لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده. لأ هنعمل ايه بس يا فريد اكتر من اللي عملناه ده؟ انا ما سبتش خرم ابرة ما دورتش فيه. انا خايفه لا يكون عمل في روحه حاجه. عمل في روحه حاجه؟ لا يا اختي اطمني، ابنك مش عزيز قوي كده. بقول لك احنا دورنا في اسكندريه بس، يمكن يكون مستخبي هنا. هنا فين يا ولية؟ احنا نعرف حد هنا؟ هو عنده اصحابه. اصحابه دول اللي علموه مخدرات؟ ها مش وقته يا محمود، مش وقته، احنا نلاقي الواد الاول وبعد كده بقى اعمل فيه اللي انت عايزه. ايوه يا فريده بس انا ما اعرفش سكه ولا واحد فيهم، افرضي حتى لو عرفت هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم ابني فين؟
ابني فين اللي ساب البيت وطفش بعد ما ضرب اخته وامه وانا عايز يضربني انا كمان؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ربنا بيعمل فينا كده بسبب الفلوس بتاعت جميلة اللي انت خدتها منها زمان. بقولك ايه؟ 100 مرة قلتلك مش عايز الحكاية دي على لسانك. الشيرة دي عمرها ما هتخلص لغاية ما تخلص ضميرك من ربنا. طبعا طبعا يا اختي، وانتي دافعة حاجة من جيبك. المال الحرام عمره ما هينفعنا. انا يا ربنا ازاي واقوله رجع لي ابني واحنا واكلين فلوس يتامى؟ الو. السلام عليكم، الأستاذ محمود؟ أيوة أنا محمود. مين؟ أهلا بيك، أنا رأفت سراج المحامي، محامي الآنسة الجميلة. أنا قلت نقعد معاك بصفة ودية، يمكن ما نحتاجش نرفع دعوة رسمية، خصوصا وإن الآنسة الجميلة معاها جميع المستندات اللي تثبت حقها. عارف. طب تحت أمر حضرتك، يعني شوف عايز تقعد امتى وانا ان شاء الله ابقى عندك في الميعاد. ماشي، مع الف سلامه. مين ده؟ حد عارف خالد؟ لا يا اختي، حد سمعك وانت بتنبري؟ المحامي بتاع جميله اللي كنت بتدافع عنها. السلام عليك. وعليكم السلام. لو سمحت، احنا كنا طلبنا الحاجات دي بالتليفون وحد رد علينا وقال لنا لازم تيجوا تاخدوها بنفسكم. معلش، اصل الولد بتاع الدليفري دخل الجيش واحنا لسه ما جبناش حد غيره. ثانية واحدة. اوكي. اتفضل، 25 جنيه. المرة الجاية بقى هتكونوا شفت واحد بتاع ديليفري ولا هدب المشوار ده تاني بنفسي؟ ربنا يسهل. هدعي لكم من كل قلبي ربنا يوقعكم في واحد عسل وابن حلال يرحمني من المشوار ده بقى. ربنا يسهل. مش خلاص حضرتك خدت الدواء؟ ما انا. طب سلام عليكم. مين الخفة ده؟ معرفش، أول مرة أشوفه. واقف يدردش معاكي كده؟ كان بيسألني عن الدليفري، إحنا فعلا لازم نجيب واحد غير صلاح. لو أعرف إن البت بتاعت الأجزخانة جامدة أوي كده ما كنتش طلبت الدواء دليفري طول الوقت اللي فات. انت تعرف ان انا بدعي ربنا ان هما ما يلاقوش حد دليفري؟ كنت فاكره كاسكه من كده. يعني ايه؟ ليه ما تكونش انت الدليفري وهو تفضل لازق للبيت ليل نهار؟ قصدك يعني اشتغل في الاجزخانه؟ وايه يعني؟ له مشاريفه وتكفي مصاريفك، ولا انت فاكر ان انت هتفضل معاك تمن الغوشه طول العمر؟ لا لا، بس امها باين عليها صعبه قوي يا صاحبي. انت عرفت منين انها امها؟ دي كانت هتاكلني بعينيها لما شافتني بلاغي البيت. لما تشتغل عندهم مش هتشك فيك. ايه يا عم انت محلالي كده ليه؟ بقول لك يا بوب، هو انت مش قادر تستغنى عن الحقن دي خالص؟ واستغنى عنها ليه يا حبيبي؟ وايه لازمه الكون ده كله من غير الحقن دي اساسا؟ للدرجه دي؟ الله، ما انت اللي مش عايز تجرب. لا لا يا اخي، انا كفايه عليا سجاره الحشيش ويبقى كده اتعشت. احمدك واشكر فضلك يا رب. يا عم والله لا انت مجرب. لا مش قادر يا عم والله. ما ينفع. خلاص عيب. جميلة،
عارف انك رايحه لوقفه المحامي، تعالي موصلك. لا مش هينفع. انا عارف اللي حصل امبارح، بس والله ما كنتش عارف ان هو جاي لك. عارفه، بس عشان خاطري سني في حالي مش همشي من هنا قبل ما اعرف هي قالت لك ايه بالظبط. ده مش هينفع، احنا في الشارع. طب تعالي يا عربي. يلا ما تدورش، انا هروح للمحامي لوحدي. نوها قالت لي انها مش هتسيبني اخدك منها، وهتدافع عنك باي ثمن. انا مش زعلانه منها، اي ست مكانها هتقول كده. وبعدين احنا الغلطانين مش هي. انا مش هخليها تجيلك تاني او تضايقك باي كلمه. أنا اللي مش عايزاك تجيلي هنا تاني، عشان مراتك وعشاني أنا كمان. استني بس يا جميل، استني بس عشان خاطري. أنسة جميلة، الأستاذ محمود شاف كل صور المستندات اللي معانا، وهو حابب إن هو يحل الموضوع بشكل ودي. ودي إزاي يعني؟ بيقول هيدفع الفلوس على أقساط. بس أنا عايزة فلوسي كلها مرة واحدة. مرة واحدة إزاي بس يا جميل؟ ما أنت عارفة إن أنا معيش المبلغ ده كله. ليه؟ أنا عرفت من البنك إنك حولت كل المبلغ على حسابك، وعايشة معاك بقالي كذا سنة، وعمري ما شفتك صرفت فلوس كتير في أي حاجة. يا بنتي ما تضغطيش عليها بالجامد قوي كده، انت عارفه ان خالد ابن عمك ساب البيت ومش عارفين هو فين لغايه دلوقتي. يعني لو انا اديتك الفلوس اللي معايا دي كلها، ممكن ما الاقيش اجهز وفاء بنت عمك لو ظهر لها اي عريس فجاه كده. يا استاذ محمود، الانسه جميله ملهاش دعوه خالص بظروفك والتزاماتك الشخصيه دي، دي واحده عايزه فلوسها. عموما هتدفع الاقساط دي ازاي وكام؟ يعني ال50,000 جنيه هدفعهم 5,000 جنيه كل شهر. مين قال انهم 50,000 جنيه بس؟ لسه في تمن الشقه ودهب امي اللي انت اكيد برضه بعته وخدت الفلوس. اهو شفت يا متر، انا بحاول احل وهي اللي مش عايزه بقى. يا متر انا هاخد فلوسي كلها مره واحده، او هرفع قضيه وبرضه هاخدها كلها مره واحده. بقولك ايه، ما تحاوليش، مش هتعرفي تخلعي مني. هشوفك النهارده، يعني هشوفك النهارده كمان ساعه في النادي. كويس، اوكي، هتلاقيني سايبالك تذكره باسمك على البوابه. يلا باي باي. اديني خدتلك منها معايد. قولي بقى عايزني اقولها ايه. زينة بقت أحسن من المرة اللي فاتت. عشان كده سبتيها لوحديها؟ ما احنا اتفقنا، خليها تلاقي أصحاب غيرنا. لا يا ليلى، أنت بتعوديها على بعدك عشان ناوي تسافري. معلش، أنا عندي شغل كتير هناك في الغردقة واقف، ولازم أسافر. لا مش شغل. أنت ماشية هربانة من أخوكي ومشكلته مع بنت مدحت منصور. ومين عارف؟ يمكن هربانة مني أنا كمان. لا أنت قادرة توافق على الخطوبة دي
ولا قدرت تحسمي موقفك معايا. عندك حق، أنا محتاجة أقعد مع نفسي شوية أفكر في الكلام اللي أنت قلته لي، عشان كده عاوزة أروح الغردقة. بس في حاجة لازم أقولها لك قبل ما أسافر. أنا شفت معها عند مدحت، ومن نظراتها وكلامها حسيت إن هي غيرانة عليه مني. غيرانة عليه؟ أنا مش بفتن لك عليها ولا بوقع بينك وبينها، بس لازم تاخد بالك منها كويس. واتمنى ان انا اطلع غلطانه ومفيش حاجه بينها وبين مدحت. شكرا. صباح الخير. صباح الخير شريف. الحمد لله على السلامة يا عريس. الله يسلمك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اقعد. ربنا يخليك. تشرب ايه؟ ربنا يخليك، انا مش حاطلك، انا عارف ان انت في الشغل واكيد وراك مليون حاجه غيري. لا خالص، نوع هي اللي قالت لك تيجي؟ لا خالص، انا جاي لك مش بخصوص نوع، انا جاي لك بخصوص ايمان. انت الوحيد اللي عارف مشاعر الناحيه عامله ازاي، وكنت جاي لك عشان تحدد لي ميعاد مع والدك اجي انا وماما نطلبها ان شاء الله. سكت ليه يا ادم؟ انا كنت فاكرك هتفرح. انا والله عايز افرح، بس انت متاكد من الخطوه دي؟ اكتر حاجه متاكد منها في حياتي. وايمان عارفه؟ لا، كنت عايز بس منك مساعده بسيطه انك تقنعها معايا، اصلها خايفه تعمل مشاكل بيني وبين اهلي. طب وانت واثق مننا مش هيحصل مشاكل؟ مش هيحصل، هيبقى في مشاكل طبيعيه هقدر اعديها كلها ان شاء الله. المهم ايمان تقدر تعديها يا شريف. ما تخافش، ان شاء الله مش هخلي حد يأذي ايمان ولو بنص كلمه. طيب انت قلت لي انك هتيجي تتقدم انت ومامتك، باباك فين؟ ما هي دي اول المشاكل اللي احنا كنا بنتكلم عنها. هو فهمي بيه مش موافق ولا ايه؟ هو اطلاقا هو مش رافض، هو بس رافض فكره ان انا اجي اتقدم وما اكونش قد المسؤوليه. طبعا عندنا في البيت لازم يعرفوا كل الكلام ده قبل ما تيجي. المهمه دي بقى تحديدا هسيبها لك هي كمان. ربنا يسهل حبيبي. ربنا يخليك. أنا عاجز عن الشكر. الشكر لله يا فندم، بس يعني ما تبقوش تسيبوها كده لوحدها تاني. ده الكارت بتاعي، يا ريت تتصلي بيا في أي وقت. فرصة سعيدة جدا يا أستاذ إبراهيم. ميرسي ليك. عن إذنك. يلا باي. باي زين. أنتِ اسمك إيه؟ أنا اسمي جميلة. شوفك تاني؟ أه طبعًا، وتليفون جده معايا، هكلمه عشان أطمن عليكي. طب هاتي رقمك وأنا سايبه عندي. ثانية واحدة. طب هاتي انتي، انا هرن لنفسي وهسيب. خلاص كده، ميرسي يا زياد. باي باي. خدي بالك من نفسك. ماشي.
معلش اتأخرت عليكي. طبعا ادم هو اللي بعتك ليه؟ عايزه نكتب اقول لك لا؟ عايزاكي توفري على نفسك كل الكلام اللي هو بعته معاكي. شوفي يا جميله، ادم اتجوز مها غصب عني، بس ده ما يمنعش انه يقف جنبك لحد ما تحلي مشاكلك كلها معه. انا هعرف اقف جنب نفسي. انتي محتاجه ادم وبتكبري، خايفه تعملي له مشاكل مع مراته؟ انا بحاول احط نفسي مكان مراته. طب ايه رايك بقى نهى دي لو كانت مكانك كانت خطفته منك في نفس اليوم اللي هيتجوزك فيه؟ يا ريتني اعرف افكر بدماغك يا ديما. فكري بقلبك، ساعتها مش هتطلبي من ادم انه يبعد عنك. مش ده شبه الكلام اللي انتي قلته لي قبل كده عشان عصام؟ ناني؟ مستر سامح. عادي. أحمد، أحمد بلغني إن هو عايز يسيب الشركة وعايز. ليه؟ مش عارف، هو قال لي كم سبب كده بس ما يخشوش الدماغ. أنا قلت أسألك يمكن تكوني عارفة حاجة. خالص، هو ما فيش حد اتكلم معايا خالص في الموضوع ده. غريبة، المفروض إنك أنتي صاحبتهم هما الاتنين. اه بس مش عارفه، انا حاسس ان هما مخبيين عني حاجه. عامه انا بلغت ان انا مش ناوي استغنى عنهم. كويس، عشان يمكن يرجعوا في كلامهم ولا حاجه. طيب لو عرفتي حاجه بلغيني. اه طبعا. حاولي تقنعيهم ان هم يستمروا في الشركه. انا مش كل يوم هقعد ادرب ناس جديده واعلمهم. اوكي حاضر ماشي. ثواني بس يا حبيبي، ثانية واحدة. كل ده قد كده مستعجل؟ شريفة ونوها عايز يخطب إيمان.
انا ما استغربتش لما قال لي على فكرة. انا عارف ان هما بيتكلموا ومتأكد ان هما بيحبوا بعض. بس ايمان يعني انت عارف مشكلة ايمان ما منعتش شيف ان هو يحبها ولا حاجة. بالعكس عايز يجي يخطبها رسمي هو ومامته. هو ومامته؟ اه. بابا مش موافق. دي مشكلة تانية بقى. مشكلة ليك مع فهمي حسان. وليك انت كمان. تنسيت ان حماك ولا ايه؟ لا طبعا. انا مش هبيع اختي عشان خاطر مراتي وحمايا. وبتهيألي هما مش اهم عندك من ايمان. يعني انت موافق على الجوازة دي؟ وبدعي يا ربنا انها تتم على خير. ايمان اتظلمت قوي في حياتها. وبعدين يمكن جوازها من شريف كده يعوضها عن الجزء البسيط من اللي شافته من يوم الحادثة دي. بص يا بابا. شريف قدر يخرج إيمان من عزلتها، رجعها الأوبرا، خلاها تشوف الدنيا بطعم مختلف. هي قالت لك كده؟ من غير ما تقول، أنا بحس بإيمان كويس. بابا أنت مشغول جدا، وأنا بقيت قاعد في بيت تاني عشان اتجوزت. إيمان محتاجة شريف قوي دلوقتي صدقني. اقعدي يا ايمن اقعدي. ايمان انتي قلتي لاحمد اني حامل؟ ليه بتقولي كده؟ حاسه زي ما يكون عارف ومخبي. حاسه ازاي يعني؟ بيتكلم كتير قوي في الموضوع، وبعدين احنا يا دوب لسه راجعين لبعض. مش جايز الموضوع مهم بالنسبه له؟ ايمان عشان خاطري هسألك تاني، انتي قلتي لأحمد اني حامل عشان يرجع لي؟ لا. طب الحمد لله، احسن دي كانت هتبقى مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ اصلا انا نزلت البيبي. ازاي نزلت البيبي؟ ازاي تعملي كده؟ ازاي ترجعي لجوزك وبعدين تجهدي نفسك؟ انا نزلت البيبي قبل ما ارجع لحمد. لما قلتي لي ان هو عايز يرجع لي كسفت اقول لك ان انا اجهدت نفسي، ولما حلف لي انه ما خانيش قلت خلاص بقى ارجع له، ربنا اكيد هيعوضنا عن البيبي اللي راح. انا ندمت قوي يا ايمن على اللي انا عملته ده، بس انا حاسه ان ربنا هيسامحني. أهم حاجة دلوقتي إن الحمد لله أحمد معرفش إن كان فيه بيبي أصلاً. معقولة يا مدحت إيمان جاي لها عريس؟ ومش أي عريس، ده شريف ابن فهمي حسان. شريف؟ يا ما أنت كريم يا رب. يا بختك يا بيلا، نفسي أفرح زيك كده. وإيه اللي يمنع إنك تفرح؟ عشان فهمي حسان مش موافق. واللي يخليه ما يوافقش؟ قصدك يعني عشان موضوع ايمان؟ بس انا مش زعلان منه وعذره، لان فهمي ما عندوش غير ولد واحد بس، هو شريف. وانا بقى يا مدحت بنتي مش وحشه، ولا تفتكر ان ايمان هتفضل عاجزه طول عمرها؟ مش عارف اعمل ايه. شريف عايز يجيب مامته وييجوا عشان يطلبوا ايمان، استقبلهم ازاي؟ واقول لهم ايه؟ فهمي ما جاش معاكوا ليه؟ وانا كمان من الصعب عليا ان اخلي بنتي تحس ان ابو جوزها رافضها. مش عارف يا بيلا، انا محتار، اول مره احتار في حياتي كده. مدحت انا لو مكانك اقعد مع فهمي قبل شريف ما يجي يطلبها منك. صعب قوي اللي بتقوليه ده على اي اب يا بيلا. وانا صعب كمان على بنتي انها تحس ان الانسان اللي بيحبها ومهتم بيها بيضيع من ايديها. مدحت عشان خاطر ايمان لازم تيجي على نفسك، لازم تقعد مع فهمي قبل شريف ما يجي يطلبها منك. قلت ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هروح اقعد كام يوم عند بابي.
تروحي عند باباكي واحنا لسه راجعين من شهر العسل؟ هو فين العسل ده؟ وبعدين ما تخافش، مش هقوله ان انت بتروح لها من ورايا. تعالي يا نهى بلاش فضايح. مين فينا اللي بيعمل فضايح؟ بذمتك ما رحتلهاش تاني عشان تسالها انا قلت لها ايه؟ وبالمره تعتذر لها بالنيابه عني. احنا اتكلمنا في الموضوع ده خلاص. اتكلمنا وما وصلناش لحاجه. ما قدرتش توعدني انك هتبطل تفكر فيها. هبطل افكر فيها. على الاقل عشان خاطر اللي في بطنك. طب عشان خاطر اللي في بطني وعدني ما تشوفهاش تاني. حاضر. وبعدين انسى موضوع المحامي ده خالص، خليها هي تشوف محامي لنفسها. بلاش موضوع المحامي ده. لا، ما انا مش هسيب المحامي ده يبقى حجتك عشان تشوفها كل شويه. انا خلاص مش هشوفها، عرفتهم على بعض خلاص. لا تعالى يا نهى، خلي مشاكلنا نحلها بينا وبين بعض، بلاش احنا نتدخل. ماشي. نورت المكتب يا مدحت، مع انها مش عرايضك. شكرا قوي يا فهمي. الحقيقه فهمي انا جاي هنا عشان اكلمك في موضوع حساس شويه. خير؟ ادم قال لي ان شريف اتفق معاه انه عايز يجيب مامته ويجوا يتقدموا الايمان، وانا متاكد ان انت ما عندكش فكره عن الموضوع ده. والله يا مدحت انا مش عارف اقول لك ايه. متقولش حاجه يا فهمي، انا مستوعب الموضوع كويس. شريف وإيمان بيحبوا بعض، حسب علمي إن إيمان اضطر ترفض شريف عشان ما تعملوش إحراج قدام أهله، لكن هو بقى صمم عليها وقال ما يقدرش يستغنى عنها. الحقيقة فهمي إن الدكاترة ما عرفوش يعملوا حاجة لإيمان بعد الحادثة، لكن قالوا إن الأمل كبير في إن نظرها يرجع لها تاني. والحقيقة أنا عايش على الأمل ده، ومتأكد إن شريف وإيمان هما كمان عايشين على الأمل ده. حقيقة فهمي أنا مش ممكن ألاقي عريس لإيمان أحسن من شريف، لكن ما أقدرش أوافق عليه وأنت مش موافق عليها، وكمان ما أقدرش أستقبلهم في بيتي وأنت مش معاهم. عشان كده أنا فكرت إن أنا أجل الموضوع ده وأسيبك تفكر براحتك. وسهلا، اتفضلي. ميرسي والف مبروك. قالوا لي بره انه ده المقر الجديد. الله يبارك فيكي. خلينا بقى في المهم. انا من ساعه ما سيبنا النادي وزينه ما بطلتش سؤال عنك. ما انا كلمتها في التليفون ودردشنا كتير. عارف انسه جميله، انت اكيد فيكي سحر، مش قادره اتخيل هي حبيتك بالسرعه دي ازاي. والله انا كمان حبيتها قوي. لما تعرفي ظروفها هتحبيها اكتر. زينة مامتها وباباها غرقوا في البحر. أنا آسف جدا لو كنت ضايقتك. أصل أنا كمان مامتي وبابايا ماتوا وأنا صغيرة، سابوني وأنا عندي تقريبا 5 سنين. يا سبحان الله، يا سبحان الله، علشان كده حبيتوا بعض بسرعة كده. بيتهيألي كده هحبها أكتر. أنسة جميلة، أنا بعتلك علشان عايز اكافئك على اللي عملتيه مع زينه، بس في الحقيقه مش عارف ازاي. لا انا مش مستنيه اي مكافاه. اكيد انا عارف كده كويس، لكن انا مصمم ارد الجميل. بصراحه مش عارفه اقول لحضرتك ايه. هو في الحقيقه انا كنت شغاله شيف في مطعم لحد قريب وسبته لظروف خاصه. بتدوري على شغل؟ ايوه، بس يا ريت مش هنا، عايزه ابعد على قد ما اقدر. على فكرة اللي بيني وبين ليلى كان مشروع جواز مش مشروع شغل.
وليه ما تمش؟ ما اتفقناش مع بعض. ما اتفقتوش مع بعض ولا ما عرفتش تضحك عليها زي ما ضحكت علي؟ قولي ما عرفتش احبها زي ما حبيتك. انت بالذات مستحيل اكذب عليكي، واكيد مش هتحاسبيني على علاقه كانت في الماضي. هي ليلى دي بالذات بقى اللي انا مش مستريحه لها بجد، ما بقتش عارفه اقلق منها عليك ولا على ابراهيم. ابراهيم مصيره يعرف حقيقتها. المهم انا عايزك ما تديهاش فرصه توقع بيني وبين ابراهيم. تهيألي طلب صعب شويه. في طلب اصعب منه.